يلا نشوف اول صورة معانا، يلا بينا. الصورة اللي قدامنا دي هتطلعي لي منها ثلاث اختلافات. اوكي، وانا ليه التركيز عندي راح في داهية كده؟ انا طلعت حنانة. هو اولا مبدئيا كده احنا في تايم، فالصورة دي هتختفي كمان شوية. بجد؟ احنا مش قاعدين، مش بايتين هنا، بننام بدري. هنركز هنركز هنركز. انا طلعت اختلافين لحد دلوقتي. طلعتي اتنين؟ هو ممكن يكون ايه ده؟ انا ما بقتش اشوف ولا ايه؟ ولا اختلاف ولا الهوا؟ لا استني، انا طلعت التلاتة. ايه ده؟ سهلين قوي بجد. ولا انا عشان انا بلعب هنا دايما؟ الكم بصي الكم بتاع البنوتة صح، الازرق. اوكي، و بصي هم عاملين لك اصلا ده كده بكوسه، عارفه اللي هو سايبين لك الصوره معاهم كتير، ما بيعملوش معانا كده. صح. تاني هقول لك انا، كلهم طمعانين في سيشن بايك تقريبا. بس يلا خلاص، طب قولوا لي طيب، وانا وهيجوا معايا البايك. تمام. كان نفسي اقول لك صفر بس مش صفر. لا انا سنه عندي النظر بعافيه شويتين ثلاثه، معلش. طب نشوف بقى الاجابات اللي انت ما شفتهاش. اوكي. الكوره اللي في ايديها دي حمراء ودي خضراء. خصله الشعر الزياده اللي عندها هناك وهنا مش موجود. انا مش بقول لك النظر بعافيه. تلاقيش هتلاقي لما يجي الدور عليا. استني استني اتقل. دلوقتي بقى حنان هنسال سؤال تاني. اوكي، هنشوفه برضو على السكرين. يلا ماشي. بينا يلا بينا. استخرج ثلاث كلمات من كلمة السماء. ماء. صح. سم. صح. ايه ده ده انتي سمارت. برافو. عايزين كلمات. لا هي اسماء مش هتيجي. ماشي، ممكن احنا ممكن نعكسهم عادي على فكره. امس ممكن. امس ممكن. اوكي ممكن. ممكن امس. ثلاثه اهو. لا برافو برافو برافو. لا 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 ضيفتنا هايله وشاطره. لا برافو عليك. النظر بعافيه بس دي حاجه. بس سمارت. لا تمام. يلا مستنياكي تلعبيني بقى. ايوه يلا بينا بقى، لما هنشوف هتجيبي بقى كام اختلاف. شفتي عشان كده ما حبيتش بقى معاك. يا ساتر. طيب هما طب ليه بتاعت الضيفه كانت اسهل شويه؟ تقريبا مش هجيب ولا اختلاف. لا طيب الهات هي هي، القصة تقريبا هي هي، سكارف ايديه. جيب الجيب هنا فيه في سلوبات هنا جيب. أيوة. وهنا لا. ايوه مناخير وعينيه حواجبه تمام بقه. اوكي الكم تانيتين. شفتي مطولين لك في التايم اهو. طيب استني، اكيد اكيد الورد ده فيه حاجه. لسه بقول لك مطول لك. اكيد الورد ده فيه حاجه. هيطلعوا المفروض هنطلع دلوقتي بال هيقول لك. يلا ورونا الاجابه، ورونا يعني يقول ايه. شفت عليهم حاجات. ما هي برضو يعني بجد عليهم حاجات. شكرا يا اعداد، شكرا شكرا يا صاحبي اللي كنت فاكرك صاحبي. كده احنا جاوبنا كل واحده فينا واحده على نروح عند نفس الدكتور بتاع. أيوة. النظر. هو هو انا هاخدك معايا الكلاس واخدك معايا الدكتور. طيب ليه سؤال تاني؟ ليكي سؤال تاني هنشوف دلوقتي. يلا. برضو نفس، ما هي نفس اللي اتعمل فيا اتعمل معاك. مش انت لعبتيني؟ شكرا يا حنان. انا هلعب. ميرسي حبيبتي. يلا. استخرج من كلمة حمل أربع كلمات مختلفة. أيوة. طب ينفع أشكلها تشكيل تاني تبقى حمل مثلا؟
ملح. حلم. تمام. ولحم. تمام. ونمشيها حمل ولا مش تمشي؟ يعني بتهيألي تمشي صح؟ يعني ممكن نعديها. نعديها. تعدوها في كنترول ولا لا؟ ناقص واحدة اهو. ناقص واحدة. حلم انا قلتها. حلم وملح ولحم. اغششك؟ حل. حل السؤال ده. حل السؤال ده. طب والله تمام والله. لا كده كده احنا متعادلين. تمام كده احنا تمام زي الفل. حنان انا انبسطت قوي بالفقره معاكي وانبسطت باللعب معاكي، وانت فعلا ما شاء الله عليكي كلك طاقه ايجابيه وده باين عليكي من اول ما دخلتي، وانت فعلا طاقتك منتشره في المكان، بتدي طاقه ايجابيه، فده اكيد بيظهر في الكلاسز اللي انت بتديها، واكيد بتساعدي ناس كتير قوي بالكلاسز اللي انت بتديهم السيشن فيها، لان الرياضه فعلا فعلا هي بتطلع طاقه السلبيه اللي جوه الانسان وبتخلي الواحد يبقى فراش كده من جديد. فاللي انت بتعمليه ده حلو قوي نفسيا وجسديا لصحه الناس. حبيبتي ثانك يو سو ماتش، انا انبسطت جدا معاكي جدا والله العظيم، كان يعني كان انترفيو كان حلو قوي حبيبتي. ثانك يو.